نبتدئ حفلنا الكريم بكلمة للدكتور سعيد الشهابي، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وهنيئا لكم بالانتماء إلى لمدرسة الشهادة. قبل قليل سمعنا الأخ الشاب يوسف العمران وهو يتحدث، وربما الإخوة العراقيون الآن يعني أصبحت هذه اللغة بعيدة عنهم لأنهم تجاوزوا، لكن لو كان الإخوة هنا في لندن قبل 30 سنة لسمعوا اللهجة نفسها. يعني هذا ما قاله الأخ يوسف، كنا نتحدث به باسم العراق. وهذا هذه نقطة. النقطة الأخرى أننا نجلس في قاعة ونرى على جدرانها أسماء 14 معصوما أو المعصومين 14، وفيما عدا رسول الله والإمام المهدي والسيدة فاطمة عليه السلام كل الأئمة الآخرون، لا كل الأئمة الآخرين كلهم شهداء. فعندما نحتفي بعيد الشهداء نحن نحتفي بمدرسة، لا نحتفي فقط بشهداء البحرين، وإنما هو تعبير عن انتماء، عن تاريخ، عن ثقافة، عن شعور بأننا جزء من هذه المدرسة التي بدأها الإمام علي عليه السلام، فكان أول الأئمة استشهادا، وسبقه من الشهداء العظام حمزة بن عبد المطلب في غزوة بدر الكبرى في باكورة أيام الإسلام، في غزوة أحد في باكورة أيام الإسلام في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة. إذن نحن جزء من هذا التاريخ ومن هذه الثقافة والحضارة. في العام 76 كنا هنا شبابا طلابا عددا من البحرانيين، كنا نوزع بيانا نشر في مجلة المواقف البحرانية التي كان يرأسها شخص استشهد لاحقا. كنا في البداية كان قد نشر بيانا بمناسبة إعدام العلماء 5 في العراق، ففي تلك الأيام لم تكن هناك وسائل إعلام كثيرة، وبالتالي كان ذلك البيان وبيان آخر يعني في صدر في الكويت في مجلة الصور السياسة في ذلك الوقت، أظن السياسة أو الوطن، السياسة كأنها، ويعني نكل بالحاج كاظم عبد الحسين لأنه كان وراء نشر ذلك الخبر. يعني خبر إعدام علماء 5 يجب أن لا يظهر، يجب أن يخفى، يجب أن لا يكون له دور في وسائل الإعلام، خصوصا أن الإعلام لم يكن قائما كما هو الآن. وبالتالي فالحديث عن إعدام علماء 5 سرا في بغداد، فكنا نوزع ذلك المنشور في أمام مؤتمر في مبنى الكومنولث بمناسبة استشهاد علماء 5. فالشهادة كنا وما زلنا ننتمي لمدرسة الحسين، فالشهادة ليست شيئا جديدا. إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. فهذه ثقافتنا وهذه فلسفة ديننا، يعني وهذا تعبير عن أننا ننتمي لمذهب الحرية، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. فلأننا ننتمي لهذه المدرسة فإذا نحن أحرار. هذه المسألة التي أيضا يجب أن نتوصل إليها، لأن الحرية لا تعطى بل تؤخذ، وعندما تسعى إليها الطغاة لا يقبلون بذلك فيقتلون من يدعو لها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام لحاكم ظالم فرد عليه فقتله. فالشهادة وردت في القرآن الكريم ووردت في أحاديث الرسول، وسطرها أئمتنا عليهم السلام ابتداء من الإمام علي عليه السلام حتى الإمام الحسن العسكري. ولذلك نحن لا نفتأ نذكر أئمتنا باستشهادهم، ونعتبر كل وفياتهم استشهادا.
وكلهم لم يموتوا على الفراش بل استشهدوا لأن الطغاة لم يرضوا بوجودهم. يعني بعد استشهاد العلماء الخمسة في العام 75 بعد عام واحد كما ذكرت أن خبر إعدامهم نشر في البحرين في تلك المجلة، لأن رئيسها كان هو الشهيد عبد الله المدني. الشيخ عبد الله المدني كان خريج كلية الفقه ورأس تحرير تلك المجلة، وكان عضوا في المجلس الوطني أيضا وربما المجلس التأسيسي لا أتذكر، واستشهد في العام 76 بعد أن يعني في قصة في وقتها حدث أنه اختطف ليلا في ذات مساء، وكان في الشتاء أيضا في مثل هذه الأيام، وأخذ إلى منطقة نائية وذبح وقتل. يعني وفي يوم استشهاده كنا نعمل في رابطة الشباب المسلم، تونا مشترين مبنى، يعني أنا ما أعرف قصص بس الجماعة قالوا لي طول ما عندي مشكلة. كنا رابطة الشباب المسلم اللي نحن في أجواها الآن هنا، كنا مشترين المبنى جديد، فكنا على موعد من الصباح نذهب لإصلاحه، كان مبنى قديم في تشيلسي. فكنا في ذلك اليوم يوم أحد أو يوم سبت أو أحد في ويك إند، يعني كنا على موعد الساعة 9 نذهب لتعديل المكان في 31 دريكوت بليس، معروف للجيل القديم جدا. وقبل الذهاب جاءنا الخبر بأن عبد الله المديني قد استشهد، قد قتل ظلما في على أيدي بعض العناصر التي أعدمت لاحقا. والشهادة خبر يعني معتادون عليه، لأننا كل يوم وليلة وكل أسبوع وكل شهر وكل عام نحيي ذكرى سيد الشهداء عليه السلام، فهو جزء من ثقافتنا ومن تاريخنا. فاستشهاد الشهيد عبد الله المدني الذي ذهب على طريق العلماء الخمسة أيضا كان خبرا وقع علينا كالصاعقة في ذلك الوقت، لأنه عزيز علينا، كان رجلا مقداما وشجاعا ويجهر بالحق وصادحا بالحق، وأيضا كان عضوا في المجلس الوطني. ثم جاءت الثورة الإسلامية في إيران وما أكثر شهدائها، خصوصا في العامين أو الثلاث الأوائل بعد الثورة، الشهيد مطهري، الشهيد مفتح، وما أكثر الشهداء الذين سقطوا من علماء وفقهاء في تلك في ذلك في خصوصا في العامين أو الثلاثة. وتذكر استشهاد 73 من الحزب الجمهوري، وأيضا استشهاد الرئيس الرئيس محمد علي رجائي وباهنر في يوم واحد. فتصفيات متواصلة لهذا الخط، هذا الخط الثوري، الخط الإيماني، الخط التحرري الذي لا يقبل بالخنوع للطغاة. ثم صعقنا باستشهاد السيد محمد باقر الصدر في 8 من أبريل في العام 1980. في ذلك اليوم كنا ذاهبين إلى للاعتصام للمطالبة بإطلاق سراحه. في ذلك اليوم مضى على اعتقاله 3 أيام، فذهبنا أمام مؤتمر كبير في ألبرت هول، هي الدائرية الكبيرة اللي في كنزينغتون، لأن عبد الله فاضل كان وزير الأوقاف العراقي سيلقي كلمة. فذهبنا كوكبة من المجموعة من الإخوان البحارنة والعراقيين، وذهبنا إلى هناك. وفي الطريق ونحن ذاهبون للاعتصام للمطالبة بإطلاق سراح السيد محمد باقر الصدر، أحد الإخوة قال أنا الآن استلمت التلفون من طهران يقولون احتمال ذا الشهيد استشهد، السيد محمد باقر الصدر احتمال صفوه، احنا رايحين نطالب بإطلاق سراحه وهم يقولون صف، بس احنا ما ندري. فرحنا متحمسين، واقتحم بعض الإخوة بقيادة الأخ ليث كبة القاعة، ويعني حاولوا أن يحتجوا أمام عبد الله فاضل اللي هو كان وزير الأوقاف. طبعا طلعوهم بالقوة، ولكن كان لذلك أثر. مع عودتنا بعد انتهاء الاعتصام رجعنا، وتأكد لاحقا في مساء ذلك اليوم أن الشهيد الصدق استشهد.
وما العمل؟ قررنا أن نعمل مظاهرة بعد أسبوع، وللتاريخ أسجل أن تلك المظاهرة ربما كانت من أكبر المظاهرات التي خرجت باسم العراق، ولكن الأغرب من ذلك أن يمكن 80% من الحاضرين هم من الإخوة السنة، والذي تبناها هم من الإخوة السنة، وكنا نجتمع في مكان في 202 نورث جور ستريت عند يوستن سكوير عند يوستن ستيشن، مكانهم مكان إخواننا السنة يعني يو كي إسلاميك ميشن، ونكتب اللافتات، وكل جاءوا بأعضائهم من كل بريطانيا. تصور شهادة الشهيد محمد باقر الصدر يأمه أو يحضره، أغلب الحاضرين هم من السنة من إخواننا السنة، وبعض بالإضافة للإخوة العراقيين والبحرانيين. طبعا في تلك الفترة العراقيون كانوا يرجفون لكثرة الضغط الصدامي عليهم والمتابعة والأمنية، مع ذلك كان الحضور كبيرا، يعني أكبر مظاهرة خرجت يعني حسب أكثر من 4000 شخص يعني في بعد أسبوع من استشهاد الشهيد محمد باقر الصدر. استشهاد الشهيد الصدر فتح لنا الباب في البحرين، فاستشهاده في 8 أبريل 1980 دفع شبابنا في البحرين للخروج للمرة الأولى لمواجهة للاحتجاج ضد إعدام الشهيد الصدر. ف يعني هاجموا الطيران العراقي، الخطوط الجوية العراقية، وهاجموا المركز الثقافي العراقي وبنك الرافدين، واعتقل العشرات أو المئات، أنا أعتقد ربما 100-120 شخص اعتقلوا. هذا في يوم ممكن 9 نيسان 1980. وبعدها أقل من شهر سقط أول شهيد من أبناء الحركة الإسلامية في البحرين على يد النظام. أول مرة يسقط عندنا شهيد في هو الشهيد جميل علي في 5-5-80. ومنذ ذلك الوقت حتى هذا اليوم ونحن نخرج من أزمة إلى أخرى، ومن اعتقال لآخر، ومن سجن، ومن تصفيات، ومن حرب على الهوية وعلى الوجود. واستمر سقوط الشهداء بدون حدود، فسقط علماء. أول عالم سقط عندنا شهيدا هو الشيخ جمال العصفور في العام 82 أو 81، وفي التسعينات سقط الشيخ علي النتشاس، طبعا بالإضافة للعشرات من غير العلماء، أنا فقط أذكر العلماء هنا. تواصل الشهداء في خصوصا في العام 81 بين 80 و 82، قوافل الشهداء في العراق لم تتوقف، وفي البحرين كانت كذلك أيضا. فإحنا أصبحنا الآن نواجه ونؤبل شهداء من البلدين، ونحتفي بهم هنا في رابط الشباب المسلم وفي أماكن أخرى. وفي نهاية الثمانينات سنة 88 فوجعنا باستشهاد الشهيد السيد مهدي الحكيم في 16 يناير 1988، كان في زيارة إلى السودان راغبا في تدخل صادق المهدي للتوسط لوقف الحرب آنذاك، لم تقف الحرب وكانت الحرب في أوجها، فكان يريد من الصادق المهدي أن يتوسط لأنه شخصية مقبولة لدى الطرفين، لدى العراق ولدى إيران. عاجلته الشهادة هناك، وكان معه الدكتور عبد الوهاب الحكيم، الله يفرج عنه، الله يطول عمره إن شاء الله. وأصيب الدكتور عبد الوهاب في ركبته وعولج. فاستشهاد السيد محمد باقر الحكيم كان صاعقة يعني بالنسبة لنا، لأنه رجل، وأود أن أسجل أن السيد مهدي الحكيم يعني ما أعرف ليش نسوه العراقيين، لأنه واحد من كبار من عظماء الرجال ومن كبار الساسة لا يذكره أحد. فتوالى سقوط الشهداء، ثم ولا نريد أن نذكر أكثر لأنكم تعرفون من استشهد بعد سقوط النظام، لكننا في البحرين تواصل ركب الشهداء حتى اليوم. وهذا العام فقط استشهد لنا حوالي 15 من الشهداء، منهم من أعدم بشكل رسمي، ومنهم من طرد في أعالي البحار وقتل في القوارب، ومنهم من استشهد تحت التعذيب، ومنهم من استشهد في الشارع، ومنهم من استشهد في فناء
في فناء منزل سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم في شهر مايو الماضي. 5 من الشهداء سقطوا أو 6 في يوم واحد. وبالتالي فنحن عندما نستحضر كل هذا التاريخ نريد أن نؤكد على ما يلي. أولا أن الحرية لا يمكن أن تعطى ولكن تؤخذ، وثمنها غال جدا، لأن الحرية ثمينة. نحن لا نعيش عبيدا، هيهات من الذل، لا يأبى الله لنا ذلك ورسوله. وبالتالي فلا بد من أثمان. إذا كان الحسين نفسه وقد قدم 72 من أو أصحابه من أهله وأصحابه من أجل هذه الحرية، هذا التمرد على الفساد وعلى الظلم وعلى الاستبداد، فما بالنا نحن كيف نحصلها بدون أن نقدم هؤلاء الشهداء. قدم العراقيون ما لا يحصى من الشهداء، وقدم البحرانيون ما استطاعوا من الشهداء، وما تزال القافلة تسير، وما تزال شمس الحرية تبزغ يوما بعد آخر. وبرغم كل ما نراه من محن فإن المستقبل مشرق، إن غدا لناظره قريب، وإن إننا موعدا مع الفجر، والفجر أليس الصبح بقريب. ولذلك ونحن نستحضر هذه الذكرى، ذكرى شهداء البحرين، وفقط للتذكير فإنها ذكر الأخ يوسف أنها قبل 23 عاما في ذلك اليوم من 17 من ديسمبر العام 1994 سقط أول شهيدين، هما هاني الوسطي وهاني خميس، في أول مواجهات، في أول تظاهرات لانتفاضة الكرامة آنذاك بين 94 و2000، وسقط الهانيان. ومنذ ذلك اليوم أصبح هناك شيء اسمه أو يوم اسمه عيد الشهداء، فاحتفي به حتى اليوم. نؤبن شهداءنا، نقف معهم، نقف مع ذويهم، مع عائلاتهم، نقف مع عائلات كل شهيد أينما كان، من أجل الحق، من أجل الله، من أجل الحرية، من أجل العدل. ونتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته، وأن يكون ويمن على شعوبهم بالحرية والانعتاق من هذا الفساد الجاثم على بلادنا الإسلامية في أغلبها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.